السلام عليكم، مرحبا بكم معايا على قناة كويزين سميرة ديزاد. نواصل دائما مع حلويات العيد 2020. اليوم حنا عملوا مع بعض وصفة هايلة تاع جلجلانية. حنا عملوها بشكلين بدون طابع، ونحن نعملوها كذلك بخيستيج، وصدقوني يعني راح تجي بزاف بنينة، بريزنتابل وهايلة بمقادير بسيطة، يعني دائما مع الحلويات التي يبحث عنها الجميع. إذا كان عجبكم الفيديو ما تنسونيش بجيم. نتمنى لكم فرجة ممتعة. باش نحضروا هاد الجلجلانية على الطريقة التقليدية والعصرية، عندي هاد المقادير. عندي 250 غرام مارغرين طرية بدرجة حرارة الغرفة، عندي هنايا نص كاس تاع جلجلان هذا ونحمصته وريحته، وريحته راهي ما شاء الله، ريحته في الحيوة تاع القهوة. عندي هنايا نص كاس تاع كاوكاو محمص ومرحي، نص كاس كذلك تاع سكر ناعم، حبة بيض وصفار، ملعقة صغيرة خميرة الحلويات، رشة تاع الملح، كمية من الفرينة على حسب الحاجة باش نطمو العجينة. نبداو بسم الله على بركة الله في طريقة التحضير، وفي نفس الوقت نعاود نذكركم بالمقادير. عندي هنايا في الوعاء ديالي 250 غرام مارغرين طرية بدرجة حرارة الغرفة، نحط عليها حبة بيض وصفار، نحط عليها هذيك الرشة تاع الملح كيما راكم تشوفوا هنا. اليوم انا ما استعملتش لافاني، راني حابة غير هذاك لوغو تاع الجلجلان مع لوغو تاع الكاوكاو. نزيد هذاك نص كاس تاع سكر ناعم، نص كاس تاع جلجلان محمص ومرحي، نص كاس تاع كاوكاو محمص ومرحي. نخلطوا هاد المكونات يا اما بالباتور يا اما باليد. نخلطو حتى يتغير هذاك الخليط ديالنا في اللون، يولي يعني من الابيض، وتندمج كامل المكونات مع بعض. كما قلت لكم اللي ما عندهاش لي باتور تخلط بيدها عادي حتى تندمج كامل المكونات. الان نزيد الفرينه ديالي تدريجيا حتى نتحصلوا على عجينه تكون جد طريه. نحط الفرينه ديالي راهي مغربله، نزيد عليها هذيك الملعقه الصغيره تاع خميره الحلويات، نطم العجينه ديالي باليد بدون عجل. هنا خلاص راني طميت العجينه ديالي، كما قلت لكم العجينه تكون طريه باش الجلجلان هذاك يلصق فيها. نروحوا الان نشكلوا الحلوه ديالنا. ناخذ كميه من العجين، نص العجينة حنديروها على الطريقة التقليدية ونص الآخر نديروها بخيستيج. العجينة نديروها هكذا على شكل حلبوش، نبسطوها شوية ما نديروها كبيرة بزاف ما نديروها صغيرة، لأنه راهي فيها الخميرة راهي رايحة تضاعف الحجم. بعدها نقطعها على شكل مثلثات، يعني هذه الطريقه خير ملي نديروها بالطابع كما بكري كنا نطبعوها، هذه لا يعني عمليه سهله بدون طابع. نحاولوا فقط نديروهم كامل قد قد. المثلثات ديالنا نسكموهم مليح مليح، يعني بالنسبه للحجم ديالهم نتوما اللي تحكموا فيه، تحبوهم صغار ولا كبار، انا راني صغرتهم شويه. معلي نزيدو يتنفخوا شويه في الفرن. هذيك هي بعدها هذوك المثلثات كامل نجوزهم في الجلجلان، يكون يا اما محمص شويه ولا معليش ديروا هكذاك لانه من بعد راهو رايح يتحمص في الفرن. كيما تقدروا تجوزوهم في هذاك بياض البيض ومن بعد تزيدوا تجوزوهم في الجلجلان، راح يكون احسن. الجلجلان هذاك راح يشد روحو مليح مليح. بالنسبه للشكل الثاني اللي هو بريستيج والعصري، انا راح نشكله في هذا المول تاع سيليكون. خذي اي مول تاع سيليكون يعني يكون عندك، انا راح نستعمل هذا. على كل حال راه شويه كبير ولكن عجبني الشكل ديالو. انا وزنت اون بول تاع 35 غرام، انا رايحه نجوزها قبل في الجلجلان هذا اللي راهو هنايا، نغلفها كامل بالجلجلان ونزيد نحط شويه هنا لداخل هكذا باش نتاكد انه الحلوه ديالي تكون كامل معمره بالجلجلان.
ونبسطها داخل المول. طبعا يعني ما نديروهاش قد المول سواسوا لانه راهي فيها الخميره، راهي رايحه تضعف الحجم. نخلو مكان قسمه تخمرنا بهذا الشكل هذا. انا في هذا المول جاتني 35 غرام. فوالا البنات، راني كملت من تشكيل الحلوه ديالي. ما بقى لي برك ندخلها الفرن على درجه حراره 160 حتى 170 درجه مئويه حتى تاخذ لون ذهبي. الجلجلانيه يعني ما طيبش كيما لي صابلي، لازم تاخذ هذيك التحميره هذيك باش تجي شابه. الجلجلانيه ديالي بعد ما طابت، هاي اللي هنا راني خرجتها من الفرن، طيب هكذا بهذا الشكل محمره، طيب بيان دوغي. الان واش ندير وهي سخونه هكذاك؟ راح نغطسها هكذا شويه في العسل ونخرجها تمتم، يعني ما نخلوهاش طول ونخلوها تقطر. يعني نغطسوها هكذا ونحطوها تقطر. بهذا الشكل هذا ونزينوها من الفوق بنص حبة تاع لي سوغيز ولي طابو في مول تاع السيليكون هام ليك هنايا، راح نديمو ليهم. هاوليك هذا هو الشكل ديالهم، يطيبوا هكذا بهذا الشكل هذا. نحطهم في صحن ونروح نشوفوا ان شاء الله التزيين ديالهم. التزيين ديالهم انا رايحه نعمر الفراخ هذا بالحليب نيسلي اللي كنت حطيته هنا داخل ان بوش، ولا صلصه الطوفيا نحطوا كميه منها. الحلوة ديالنا بعد ما نحشوها بالحليب المركز تاع نيسلي ندخلوها شويه للكونجيلاتور قسمة تماسك شويه فقط هذاك الكريمه ولا هذاك الحليب باش نكملوا لها التزيين ديالها. الحلوة ديالي راني جبتها المجمد، يعني ما نخلوهاش طول، واحد 10 دقائق فقط. هنا باش نكملوا لها التزيين ديالها راني ذوبت على حمام مائي كميه من الشوكولا، يعني شوكولا استعملوا اي شوكولا تحبوها سواء بالحليب ولا شوكولا نوار. انا دوبت درت لها مغرفه واحده برك تاع الزيت، وراح نعمر هذا الفراغ هنا فوق هذاك الكراميل، ومن بعد بوسط الملعقه نحاول نمشي كامل هذا الشوكولا حتى الاطراف بلا ما تسيل على الجوانب. نسعفوها غير بالعقل برك حتى نوصلوها للاطراف. في الاخير هذا هو الشكل النهائي تاع الحلوه ديالنا. جلجلانيه عملناها بشكلين، عملنا الشكل الاول بدون طابع على شكل مثلثات. طبعا تقدري تغيري في الشكل، تحبي تقطعيهم مربعات ولا مقروطات، هنا لك الاختيار. بالنسبه للتزيين من الفوق انا ستلهم حبيبه تاع البيستاش وقطعه صغيره برك من الجوز. يعني هنا التزيين والديكور يبقى كل واحد على حسب ذوقه وكل واحد على حسب يعني الشيء اللي يكون متوفر عنده. والموديل الثاني عملناه مول السيليكون، وعلى بالي ما كانش وحده ما عندهاش مول تاع السيليكون في الدار. المهم خيري المول اللي يكون عنده هذاك الفراغ باش كي نعمروا فيه هذاك النيسلي كغمال ديالنا باش يجي يعني بزاف شباب، خاصه هذا اللي عملناه هدايا بالشوكولا، يعني ننصحكم تكثروا منه لانه يجي بزاف بنين. هنا راني قسمت لكم حبه باش تشوفوا الشكل ديالو، صدقوني يجي بزاف بنين. الذوق تاع الكراميل والجلجلان والكاوكاو والشوكولا يعني جا تحفه في هذه الحلوه هذه. والصوره راهي تعبر على نفسها. ان شاء الله نتمنى من كل قلبي تجربوا هذه الحلوه هذه وتزينوا بها طاوله العيد ديالكم. كالعاده اذا كان عجبكم الفيديو ما تنسونيش بجام، شجعوني بتعليق، بارطاجيو هذا الفيديو مع اصدقائكم لتعم الفائده. نشكركم على حسن المتابعه، دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم.